بسم الله الرحمن الرحيم La langue française, troisième année de l'enseignement primaire, nous prenons la page 120. On est arrivé à la page 120. طبعاً وصلنا إلى الصفحة رقم 120. كما نلاحظ 120. 100 تكتب بالطريقة ثم 20. 120. إذن 120. Nous prenons le début de la page. Au début de la page, on a comme titre « Lire un document ». On a comme titre « Lire un document ». عندنا كعنوان قراءة وثيقة. Lire un document. قراءة وثيقة. Et nous prenons le premier paragraphe. De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? نأخذ الفقرة الأولى. بماذا يتعلق الأمر ? De quoi s'agit-il ? بماذا يتعلق الأمر ? Comme le voyons, on a joli une image. أنا أقرأ صورة. إذن De quelle image s'agit-il ? إذن بأي صورة يتعلق الأمر ? Bien sûr, il s'agit d'une image légendée. Il s'agit d'une image légendée. إذن يتعلق الأمر بصورة مشروحة. كما نلاحظ. Il s'agit d'une image légendée. إذن يتعلق الأمر بصورة مشروحة. إذن عندما نتحدث عن legend فنحن نتحدث عن قصة أسطورية. إذا نتكلم عن غيسي أكاراكتير مغذية. إذا نتكلم عن قصة ذات طابع عجيب أو بمعنى آخر غيسي مغذية كما نقول رواية عجيبة. أو ليفي هيستوريك سون ترانسفورمي باغ ليماجيناسيون بوبيلار. سون ترانسفورمي باغ ليماجيناسيون بوبيلار. إذا نتكلم عن غيسي مغذية. إذا نتكلم عن رواية عجيبة بحال اللي كان عندنا احنا في المغرب كما كان يروى تنتكلم على هينة أو نتكلم عن الغول أو نتكلم عن الغولة. عند شعوب أخرى ممكن أننا نتكلم مثلا عن لاغا كما نقول الغول وبيا لوغريس وبيا لوغريس المقصود الغولة. إذا نتكلم عن قصة تيكون الشخصية ديالها من هذا النوع. إذا نتكلم عن غيسي مغبيه. إذا نتكلم عن قصة عجيبة. أوليفي حيث الأحداث اللي تيكونوا فيها الأحداث. أوليفي حيث الأحداث هيستوريك تاريخية وكأنها حدثت بالفعل. ليستوار المقصود به التاريخ أو القصة كما عندنا هنا. هيستوريك كما نقول تاريخي أو قصصي. إذا هنا عندنا ليفي هيستوريك لافي هيستوريك الأحداث القصصية. إذا نتكلم هنا عن الأحداث التي تروى والمتعلقة بالقصة. هذه الأحداث هي فقط خيالية. إذا هذه الأحداث الخيالية متعلقة بالقصة. نتحدث هنا عن الأحداث القصصية اللي تتعلق بالشخصية ديال هذه القصة العجيبة. هذه الأحداث سون ترانسفورمي يعني أنها تحول باغ ليماجيناسيون بوبيلار أن تحول عن طريق التصور الشعبي. تحول عن طريق التصور الشعبي. إذا تكلمنا عن الغول اللي تيحكيه الناس ديال المنطقة ديالنا غلقوا تختلف عن الغول اللي تيحكيه الناس أخرين الذي يحكي طبعا أشخاص آخرون في مناطق أخرى مثلا في الغرب. إذن لحساب كل منطقة وعندها تصور شعبي خاص بها. إذن كل منطقة عندها تصورات شعبية خاصة بها وفي كل منطقة تلقى عندهم حكايات عجيبة تتوافق الوساط اللي فيها الشعوب. إذن نتكلم هنا عن لا ليجوند. إذن نتكلم هنا عن لا ليجوند المقصود بالأسطورة بما معناه القصص الخيالية التي تروى بالشكل الذي ذكرنا. إذا لا ليجوند المقصود بها هذه القصص الأسطورية التي ترويها الشعوب وتختلف من منطقة لأخرى. طبعا ملي تنتكلموا مثلا عن الغول ما كاين لا غول ولا غولة ولكن فقط التصورات أنها مختلقة وتأخذ فصولا يعني أن تأخذ حكايات أن تحكى
بشكل متسلسل. إذا نتكلم هنا عن لا ليجوند، نتكلم عن لا ليجوند، المقصود من الأسطورة. لكن هاد كلمة ليجوند، لكن هاد كلمة ليجوند أنها تعني أيضا هاد الشروحات اللي تنضيفها للصورة. هذا هو اللي بغيت نبين هنا. يعني كلمة لا ليجوند ممكن أن تعني قصة أسطورية، قصة عجيبة، وممكن أن تعني هاد الشروحات التي عندنا هنا ونضيفها للصورة. إذن في تعريف كلمة لا ليجوند، كما قلنا غيسي أكاركتير ميرفيو وبيا غيسي ميرفيو، إذن نتكلم عن رواية عجيبة إلى آخر ما ذكرنا، أو نتكلم عن إكسبليكاسيون جوانت أن ديسان أن كارت. إكسبليكاسيون جوانت أن ديسان أن كارت، إذن نتكلم عن شرح، شروحات. إكسبليكاسيون يعني شرح، تأتي من فعل إكسبليكي فعل شرحة. ليز إكسبليكاسيون مقصود به الشروحات. نتكلم هنا عن إكسبليكاسيون جوانت، إذا نتكلم عن شرح ملازم، ملازم يعني أنه ملتصق. أنديسا مرافق لرسم، مرافق لرسم كما عندنا في الصورة. إذا نتكلم عن إكسبليكاسيون جوانت أنديسا، إذا نتكلم عن شرح مرافق لرسم. طبعا كلمة ليجوند ممكن أن تعني قصة خيالية إلى آخره، وممكن أن تعني شرح مرافق لرسم أين كارت، وممكن أن هذا الشرح يرافق خريطة نسميه أيضا ليجوند. إذا نتكلم عن إكسبليكاسيون، وهذا الذي يهمنا هنا طبعا في هذا المعنى، إذا نتكلم عن إكسبليكاسيون جوانت أين ديسا أين كارت، وممكن نضيف أين فوتو مثلا إلى غير ذلك. نتكلم عن الكلمات التي تشرح الرسم أو تشرح خريطة أو تشرح صورة كما عندنا، إذن تسمى ليجوند. ومن هنا تحدث عن الفيرب ليجوندي، المقصود بها أكومباني أن ديسان أون كارت دو ليجوند، أنك ترفق رسما أو خريطة بأون ليجوند. إذن نتكلم عن شروحات، إذن عندما ترفق صورة أو خريطة أو رسم في قوبة الشروحات، إذا نتكلم هنا عن الفيرب ليجوندي. ليجوندي كما نقول أنك تعنون أو أنك تشرح. نغبخونو لبخومي باغاف نوفو، نأخذ الفقرة الأولى من جديد. كوفويفو سور ست إماج، كوفويفو سور ست إماج، ماذا ترون على هذه الصورة؟ كوفويفو سور ست إماج، ماذا ترون على هذه الصورة؟ إذا ممكن أنني أقول Je vois un dessin légendé. Je vois le dessin d'un oiseau légendé. Je vois le dessin d'un oiseau légendé. Je vois le dessin d'un oiseau légendé. Et dans un rasma, ta'ir, mashrouh, alayhi kalimat. Comment on l'aide? Quel titre est donné à cette image? Ayu unwanin huwa mu'ata à cette image liali sora. Ayu unwanin u'tiya لهذه الصورة، المقصود ما هو عنوان هذه الصورة كما نلاحظ على الوثيقة. إذن كال تيتخ إيضاني أست إماج، أي عنوانين هو معطى لهذه الصورة؟ هاد كلمة كال كما نلاحظ تكتب بآل واحدة، لماذا؟ لأن تأتي أمام كلمة، لأن تتعلق بكلمة مذكرة اللي هي لو تيتخ. طبعا في حالة تأنيت، في حالة تأنيت إذا أردنا أن نقول مثلا أي صورة، هنا عندنا أي عنوان هو أعطي للصورة، طبعا كما نلاحظ هنا السؤال يدور حول العنوان اللي هو كلمة مذكرة كال تيتر. لكن إذا كان السؤال يدور حول كلمة مؤنثة مثلا كلمة ليماج، كيف ستكتب كلمة كال في هذه الحالة؟ نأخذ المثال التالي مثلا كليماج فاتفو دو فوتر فيتور ميتيي. كليماج فاتفو de votre futur métier. أي صورة فاتفو، كما نقول أنك تفعل، المقصود أنك تأخذها de votre futur métier لمستقبلك المهني، المقصود أي مهنة ستمتهنها في المستقبل. إذا المستقبل المهني الخاص بك، أي صورة تأخذ له؟ أي صورة عندك في ذهنك له؟ ما هي الصورة التي عندك
لهذا المستقبل لمستقبلك المهني. عندنا هنا فيتور، طبعا كلمة فيتور تعني المستقبل، هنا فيتور كأنها مات، فيتور ميتي كما نقول مستقبل مهني، فوتر فيتور ميتي مستقبلكم المهني أو مستقبلك المهني. لاحظوا هنا كلمة كال، أضفنا ال أ لماذا؟ لأن كلمة إيماج كلمة مؤنثة، لأن كلمة إيماج كلمة مؤنثة، كليماج في دو فوتر فيتور ميتي، أي صورة أنتم تفعلون، المقصود أي صورة تأخذون أو أي صورة عندكم لمستقبلكم المهني. إذن عندنا هنا كال تيت خيدوني أست إيماج، أي عنوان يعطى لهذه الصورة أو أي عنوان معطى أو أعطي لهذه الصورة. كال تيت خيدوني أست إيماج، لو تيت خيدوني أست إيماج الوازو، أي الوازو. إذن العنوان المعطى لهذه الصورة أو الذي أعطي لهذه الصورة هو الوازو، هو الطائر. إذن العنوان هو الطائر الوازو. لا كيستيون سويفونت، السؤال الموالي، او بوتي فوار سو تيب ديماج، اين يمكنك ان ترى هذا النوع من الصور؟ او هذه اين، بوتي يمكنك او يمكنك، بوتي سلوفا بوفوار يمكنك او يمكنك، فوار سو تيب ديماج، فوار سو تيب ديماج رؤيه هذا النوع من الصور. اون بو فوار سو تيب ديماج، يمكننا رؤيه هذا النوع من الصور. On peut voir ce type d'image sur des documents ou bien dans des livres et des textes qui comportent des illustrations. إذن يمكن أن نرى هذا النوع من الصور على وثائق أو في كتب أو نصوص تتضمن صور مشروحة، صور للشرح، صور للتوضيح، تسمى des illustrations. تسمى des illustrations. Alors, on peut voir ce type d'image sur des documents ou bien dans des livres ou des textes qui comportent des illustrations. Qui comportent des illustrations. التي تتضمن صور توضيحية. ثم de quel genre d'image parlons-nous? De quel genre d'image parlons-nous? De quel genre d'image parlons-nous? عن أي نوع من الصور، عن أي صنف من الصور نتكلم نحن؟ عن أي نوع من الصور نتحدث نحن، نتكلم نحن؟ دو كال جونغ ديماج بارلون نو. طبعا كما قلنا نو بارلون دي زيماج ليجوندي، نو بارلون دي زيماج ليجوندي، نتكلم عن صور معنونة كما نقول. روغاردون بيان ليماج، كيسكي ركوفر لو كور دو لوازو، كيسكي ركوفر لو كور دو لوازو، ما الذي يغطي جسم الطائر؟ كيس كي ركوفر، عندنا لو فيرب ركوفرير، هذا فعل غطى أو غلف. كيس كي ركوفر، كيس كي ركوفر لو كور دو لوازو، ما هو الشيء، ما الذي يغطي جسم الطائر؟ كيس كي ركوفر لو كور دو لوازو، ما الذي يغطي جسم الطائر؟ رغادي بيان ليماج، سو سون لي بليم qui recouvre le corps de l'oiseau. Ce sont les plumes qui recouvrent le corps de l'oiseau. Inna rish alladhi yughatti jism at-ta'ir. Ou naqul le corps de l'oiseau est couvert de plumes. Ou naqul le corps de l'oiseau est couvert de plumes. Idan ou naqul bi anna jism at-ta'ir mughatta bir-rish. Natakallam 'an jam' risha. Tab'an la plume risha. منها ريشة الكتابة تسمى لابليم، وأيضا ريشة الطائر تسمى لابليم. إذن يمكن أن نقول Ce sont les plumes qui recouvrent le corps de l'oiseau، أو نقول Le corps de l'oiseau est couvert de plumes، أو نقول بأن جسم الطائر مغطى بالريش. Combien a-t-il de pattes؟ Combien a-t-il de pattes؟ كم عنده من رجل؟ Voilà ce sont les pattes. Voilà, ce sont les pattes de l'oiseau. إذن هذه أرجل الطائر. Combien a-t-il de pattes؟ كم عنده من رجل؟ Bien sûr, il a deux pattes. Il a deux pattes. هو عنده رجلين. À quoi correspond les mots écrits autour de l'image؟ À quoi correspond les mots écrits autour de l'image؟ لأي شيء تناسب؟ À quoi correspond؟
À quoi correspondent les mots écrits autour de l'image? À quoi correspondent les mots écrits autour de l'image? لأي شيء تناسب الكلمة المكتوبة حول الصورة. لأي شيء تناسب الكلمة المكتوبة حول الصورة. À quoi correspond? لأي شيء تناسب les mots écrits autour de l'image. الكلمة المكتوبة حول الصورة. بمعنى آخر، لأي شيء تشير الكلمة المكتوبة حول الصورة. لأي شيء تشير الكلمة المكتوبة حول الصورة. إذن في الجواب نقول les mots indiquent les différentes régions et parties du corps de l'oiseau. Les mots indiquent les différentes régions et parties du corps de l'oiseau. Les mots indiquent les différentes régions et parties du corps de l'oiseau. إذن الكلمة تشير إلى مختلف مناطق وأجزاء جسم الطائر. Les mots indiquent les différentes régions et parties du corps de l'oiseau. كما نرى عندنا le bec, les plumes, les pattes, les ailes. Les pattes, les ailes. Le bec, يعني المنقار. Les plumes, يعني الريش الذي يغطي الجسم. Les pattes, الأرجل. ثم les ailes. ثم les ailes. Nous passons au deuxième paragraphe. Je trouve l'image d'un animal et je mets les légendes. Je trouve l'image d'un animal et je mets les légendes. أنا أجد صورة حيوان et je mets les légendes. ثم أضع العناوين كما في الصورة السابقة. ثم أضع العناوين أو الكلمات التي تشرح كما في الصورة السابقة. Je trouve l'image d'un animal. أنا أجد صورة حيوان et je mets ça va mettre les légendes. ثم أضع العناوين. Nous prenons les images suivantes. نأخذ صور تالية. كما نرى c'est l'image d'un hérisson. إنها صورة قنفذ. إذن كما نرى عندنا هذا الشعر كما نرى عندنا بوال أبيكو نتكلم عن الشعر الذي يحيط بجسم القنفذ والذي يشبه الإبر. ثم عندنا لودو يعني الظهر لابدومين لابدومين البطن لاتيت الرأس لاتيت الرأس لوي لوي يعني العين. ثم لوميزو لوميزو الخطم أو الخرطوم. ثم لابوش الفم. ثم les membres antérieurs 5 doigts les membres antérieurs 5 doigts. إذا نتكلم عن الأطراف الأمامية كل واحدة تتضمن 5 أصابع. membres antérieurs 5 doigts. ثم عندنا membres postérieurs 5 doigts. ثم عندنا الأطراف الخلفية في كل واحدة 5 أصابع. membres postérieurs 5 doigts. membres postérieurs 5 doigts. ثم كما في الصورة الموالية photographie légende فوتوغرافي ليجندي. إذن كما نتكلم عن تصوير معنون نتحدث هنا عن تصوير معنون. كما نلاحظ عندنا كوكي أونغولي. إذا نتكلم عن قوقعة ملفوفة كوكي أونغولي كوكي أونغولي. إذا نتكلم عن قوقعة ملفوفة. ثم عندنا لابكس. إذا نتكلم عن الدروة لابكس المقصود بها الدروة نتكلم أحيانا عن لابكس فيجيتال. إذا نتكلم عن دروة النباتات كما نقول دروة نباتية لابكس فيجيتال. إذا نتكلم عن الدروة. ثم عندنا بي بورتور نتكلم عن لوفير بورتي يعني فعل حاملة. بي كما نقول رجل بورتور حاملة بي بورتور. إذا نتكلم عن رجل حاملة. إذا نتكلم عن لوفير بورتي لوفير بورتي هذا فعل حاملة. ثم عندنا بيريستوم بيريستوم المقصود بها المناطق المحيطة بفتحة هاد القوقعة. كلمة بيريستوم تطلق أيضا على المناطق المحيطة بفتحة بعض النباتات تسمى بيريستوم. ثم عندنا لابوش يعني الفم. ثم تونتاكيول تاكتيل. إذا كما نتكلم عن مجسات لمسية أي أولفاكتيف عندها علاقة بالشم كما نقول شمية. ثم عندنا تونتاكتيول أوكيلير كما لو نقول مجسات عينية كما لو أنها تمثل العين. إذن تمثل العينين مقارنة بالإنسان أو بالحيوانات. أترككم مع بعض الصور المشابهة لما رأيناه ثم ننتقل للفقرة الموالية.
إذن vivre ensemble العيش جماعة de quoi s'agit-il بماذا يتعلق الأمر de quoi s'agit-il comme nous voyons on a 12 images كما نرى عندنا صورتين nous faisons une comparaison entre les deux images entre les deux images نقوم بمقارنة بين الصورتين quelle est la différence entre les deux images يمكن القول sur la première image à gauche je vois un oiseau dans une cage privé de liberté sur la première image à gauche je vois un oiseau dans une cage privé de liberté à la الصورة الأولى على اليسار sur la première image à gauche à la الصورة الأولى على اليسار je vois un oiseau dans une cage انا ارى طائرا في قفص je vois un oiseau dans une cage انا ارى طائرا في قفص privé كما نقول محروم privé محروم de liberté من الحريه privé de liberté محروم من الحريه ثم sur la deuxième image à droite على الصوره الثانيه على اليمين sur la deuxième image à droite على الصوره الثانيه على اليمين je vois un oiseau libre sur la deuxième image à droite je vois un oiseau libre voler dans l'espace إذن على الصورة الثانية على اليمين أنا أرى طائرا حرا يطير في الفضاء على عكس الطائر الأول على عكس الطائر الأول المحبوس إذن عندما نحبس طائرا من أجل أن نستمتع بوجوده معنا فنحن نستمتع بوجوده ولكن على حساب حريتي إذن جوغوتيا أنا أستنبط أو أنا أستخلص جو ريسبكت ليزوازو أنا أحترم الطيور. Je respecte les oiseaux. أنا أحترم الطيور. Ils ont le droit, هم عندهم الحق. Ils ont le droit de vivre en liberté. للعيش في حرية. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله. وإلى لقاء قادم بإذن الله.